قصة فيلمنا بتبدأ مع شاب اسمه ميليا وبيكون لسه صاحي من النوم، وبعدها بنقابل أبوه اللي بيكون حداد ومتبهدل جامد في الشغل، ولكن ميليا العبيط بيكون بيتسحب عشان أبوه ما يعرفش إنه خارج عشان يهرب من مساعدته، ولكن أبوه بيسمع خطواته وبينده عليه. وبنكتشف إن ميليا مفهم أبوه إنه لسه طفل لأن الراجل بيكون أعمى وميليا الندل مستعميه، وميليا أخيرا بيخلع منه وبيروح يتزلج ويلعب. بعدها بيروح يصطاد ولكن ما بيكونش فيه سمك خالص، ولكن فجأة المية بتفور فميليا بيخاف ويهرب، ولكن بيتمطر عليه مية متلجة وفجأة بيلاقي سمكة في الجردل بتاعه فبياخدها وطيران على البيت لأنه بيكون مش مصدق حظه بعد الانتظار ده كله. ولما بيروح البيت بيكون عاوز يطبخ السمكة، ولكنها فجأة بتتكلم وبتقول له إن ليه 3 أمنيات هتحققهم له، فبيتبسط قوي وبينام فوق البوتاجاز وبيطلب أغبى أمنية في الدنيا لأنه عبيط، وبتكون الأمنية إنه يلف المدينة وهو في مكانه، فبدون سابق إنذار البوتاجاز بيطير وياخده حوالين المدينة، وبيكون مرعوب جدا من سرعته ولكن بيقف في النهاية. ولما بيقف ميليا بيقرر يطلب أمنية غبية تانية، وهي إنه عاوز الصيف والشتاء في نفس الوقت، وفعلا بتتحقق والجو بيكون غريب جدا. ولما بيقرر يتمنى الأمنية التالتة وهو ماشي في الطريق بيطلع عليه قطاع الطرق بياخدوا الجردل اللي فيه السمكة والرمح اللي كان معاه لأن ده كل اللي حلته، ولكن ميليا بيرفض يسيب السمكة فبياخدها ويجري منهم، ولكن لما بيزنقوه بيقوم رميها تاني في البحر فبيستفز قطاع الطرق فبيعلقوه بشكل مضحك وبيمشوا. وفجأة كده بتظهر بنت غريبة وبتنقذه، وأول ما بيتفك بيطلع يجري يدور على السمكة ولكن للأسف بتكون اختفت، فبيتعرف على البنت اللي بيكون اسمها سيليا، بيقعد يفضفض معاها شوية ويقول لها ان امنيته التالتة يتجوز بنت الملك زار وده حلم حياته. بعد كده بننتقل للقصر وبنشوف السفير الانجليزي روسمان وهو بيحاول يثير اعجاب الاميرة انيسة بنت الملك زار، وبيكون جايب لها هدايا غريبة من ضمنها صندوق موسيقي كده جواه قزم بيشغله من جوه على اساس انه بيشتغل لوحده كده يعني. وفي الوقت ده ميليا وسيليا بيكونوا بيراقبوا المشهد من على السور بتاع القصر، والملك زار بيكون مستاء جدا ومش عاجبه الصندوق الموسيقي وبيقول ان القط المعجزة بايون احسن وممتع اكتر. وفجأة ميليا بيقتحم عليهم المكان وبيعرض انه ممكن يقنع القط بايون انه يجي معاه القصر ويعزف لهم مقابل انه يتجوز الاميرة، وطبعا ده شيء صعب لان القط مش بيروح مع حد، والاميرة مش بتصدقه وبتفكره مجنون وبتخلي الجنود يمسكوه، ولكن الملك زار بيقرر يديه فرصة لانه جريء جدا. بعد كده ميليا وسيليا بيروحوا الغابة وميليا بيروح عند القط بايون، وبايون بيكون قط بيعزف اي اغنية انت عاوزها ببرعة شديدة جدا، وميليا بيطلب منه يعزف له اغنية حزينة عشانه عيل نكدي، والقط بيعزف ويغني مع ميليا، وبعد ما النكد يخلص القط بيوافق انه يروح مع ميليا زي ما يكون كان مستنيه، وده شيء غريب جدا. بعد كده بيجي مشهد وسيليا بتكلم ضفدعة سحرية وبتكون بتقول لها انها لازم تجهز عشان الفرح، وفجأة بيدخل عليهم ميليا وبيكون بيبتسم بسخافة عشان يعني سمع كلامهم. وبنروح للقصر وبيكون السفير روسمان رايح عشان يخطب الأميرة أنيسة من تاني لأن ميليا اتأخر، ولكن فجأة ميليا بينط لهم ومعاه القط بايون وبيبدأ القط العزف وكل الناس بترقص غصب عنهم، والملك بيتصدم إن ميليا نجح، ولكن الأميرة برضه بتكون عاوزة تقلب ميليا لأنه مش عاجبها، فبتقوم قايلاله إنها مش هتتجوزه من أول حاجة ينفذها وإنها هتقضي اليوم في التفكير في طلب جديد ينفذه. وبالليل بنلاقي أنيسة بتتكلم مع عفريت أمها برينس وتستشيرها إزاي تعرف تخلع من ميليا، وفعلا بتقول لها فكرة شيطانية. فتاني يوم روسمان بيكون موجود وطبعا بيبقى بيزغلل عيون أنيسة بالاختراعات، وده بيزقها إنها تطلب من ميليا المفرش السحري اللي بيحط تحضر اي اكل هي تطلبه، وطبعا ميليا الغلبان بيسحب وراه سيليا ويروح يدور على المفرش، وسيليا بتقول لميليا انه المفرش موجود في المدينة الحجرية خارج حدود المملكة. بعد كده بيوصلوا عند نهاية الحدود الروسية عند جسر صغير كده، ولما بيعدوا سيليا بتقول لميليا اوعى تتكلم روسي بره الحدود
عشان الأجانب ما يخلصوش عليك، فبيخاف ويرجع زي اللهبل وبتقعد تضحك عليه. بعدها بيوصلوا المدينة الحجرية وبيلاقوا المفرش مع 2 إخوات، ولكنهم بيكونوا سمان جدا لأن المفرش بيعمل لهم كل الأكل اللي نفسهم فيه، فما بيبطلوش أكل. ولما بيكونوا نايمين زي الخراتيت، ميليا بينط ياخد المفرش ولكن بيخبطوه في دماغه وبيقع على الأرض، ولكن سيليا بتلحق الموقف وبتقول للاتنين الإخوات يبصوا على نفسهم، فبيحزنوا جدا وبيقولوا إنهم كانوا مقاتلين أقوياء قبل ما يجي المفرش ده، فبيطلبوا من سيليا تاخد المفرش، وأول ما بتبدأ تسحبه بيغيروا رأيهم، ولكن بيكون خلاص الأمر نفذ وبتخطفوا منهم وتجري، ولأنهم تخان مش بيقدروا يعدوا حتى من بين الصخور. بعد كده الأميرة بيوصلها إن ميليا رجع، فبتتوتر ليكون عملها، وفعلا وهي ماشية مع أبوها بيلاقوا ميليا واقف عند القصر وبيوزع أكل لأنه نجح يجيب المفرش، وطبعا بتكون الأميرة متضايقة، ولكن أبوها بيصر إنها تتجوز ميليا لأنه هيفيدهم جدا. فأنيسة بتقرر تعقد الموضوع أكتر وبتقول لميليا إنه لازم يروح ياخد موافقة أمها الميتة، وطبعا ده بيكون شيء شبه مستحيل. بعدها سيليا بتكون بتشرح لميليا الطريق لأرض الموتى وبتعرفه إنه غالبا هيموت في الرحلة دي لو راح. بعد كده سيليا بتكون قاعدة مع أبو ميليا الكفيف وبيقعد يقول لها قد إيه هو بيحب ابنه وبيتكلم عنه بالخير، ولكن ميليا بيكون بيسمع الحوار ده من بعيد وبيكون حاسس بالذنب وبيقرب يعتذر لوالده على أنانيته. بعدها بيقول قدام سيليا إنه لو كان معاه تالت أمنية كان اتمنى إن أبوه يرجع يشوف تاني. بعد كده ميليا وسيليا بيبدأوا الرحلة لمملكة الموتى في قارب كده صغير، وأول ما بيوصلوا بيقابلهم الملك وساي ملك الموتى، اللي بنكتشف إن أبو سيليا وإنها تعتبر أميرة الموتى، بيكون متضايق منها جدا عشان هربت منه بقالها كتير، ولكنها بتطلب منه يستدعي روح برينس أم الأميرة أنيسة عشان عاوزين يتكلموا معاها. وأول ما بتحضر ميليا بيطلب منها إنه عاوز يتجوز بنتها، ولكنها بترفض طبعا لأنها متفقة مع بنتها، ولكن الملك وصاي بيقرر يساعد وبيقول لبرينس إنها لو وافقت هيفك اللعنة اللي عليها لأنها بتكون ملعونة وده سبب حبسها مع الأموات. فبكل ندالة بتقوم موافقة وبتظهر لبنتها وجوزها على شاشة سحرية وبتصدم أنيسة، وساعتها أنيسة بتتعصب وبتقول لأبوها إنها مستحيل تتجوز ميليا. وبعدها بنلاقي سيليا وميليا على القارب، وسيليا بتقول لميليا إنه هينسى كل حاجة لأن أي حد بيخرج من مملكة الموتى حي ذاكرته بتتمسح كلها، فبيزعل جدا لأنه هينسى سيليا اللي ساعدته في كل حاجة. المشهد اللي بعد كده بنلاقي الولية برينس بتفتن لبنتها على ميليا وبتقول لها إنه عنده مساعد سحري وإنه مش مميز ولا حاجة. فعلا لما ميليا بيصحى بيكون ناسي كل اللي حصل وبيقعد يجري في كل حتة ومش عارف فيه إيه، وبيروح للأميرة يقول لها إنه بيحب واحدة تانية غيرها، وطبعا هي بتكون مبسوطة ولكن بتغدر بيه وتقول لأبوها إن ميليا كان بيستخدم السحر في كل المهمات دي، بيتقبض عليه ويتاخد في الساحة عشان يتعدم. ولكن سيليا بتظهر فجأة وبتنقذ ميليا بأنها بتقنع الأميرة إنها تنفذ لها كل أمنياتها مقابل إنها تسيب ميليا يعيش، وفعلا بتقتنع. وميليا بيروح وبيقعد تايه وبيحاول يفتكر، ولكن أول ما بيقعد مع أبوه وبيجيب له سيرة سيليا بيفتكرها مباشرة وبيعرف إن هي دي حبيبته الحقيقية، وبيقرر يقتحم القصر بمساعدة صحابه اللي كان خد منهم المفرش ولكن خس في الوقت يعني. وبيواجه الأميرة اللي بتكون غضبانة جدا لأنه عاوز ياخد سيليا منها، ولكنه بيكون معاه عزوته، فالملكة بتتوتر وبتتمنى إنها تتحول لسمكة وبتقع في الجردل وبتطلب إن حد يتمنى إنها ترجع أميرة، ولكن محدش بيعبرها. بعد كده ميليا بيتمنى ان سيليا تتحرر وتكون بشرية وبيتجوزها وبيعيشوا في تبات ونبات للأبد في المملكة. ودي بتكون نهاية فيلمنا النهاردة. لو عجبك اعمل لايك واشتراك ونشوفكوا في ملخص جديد.